يقول يا أخي عندي هم، كثير من الأخوات والإخوان يشتكون من الهموم والقلق والأحزان، كثير من الناس يعانون من الأسحار والحسد والعين، كم من الناس الآن يشتكون ليلا ونهارا. أين أنتم من كلام الله تبارك وتعالى؟ أين أنتم من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وضع تحتها خط، وتركها حسرة وضع تحتها 100 خط ولا تستطيعها البطلة. هذه رسالة أوجهها إلى كل من يسمعني، حافظ على البقرة يوميا، يوميا حافظ على البقرة، خذها مني وحافظ يوميا على البقرة، ستجد أن حياتك تغيرت 120 درجة. عليك بالبقرة يوميا، تأخذ منك نصف ساعة. عليك بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وننزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. تعلق بكتاب الله تتعلق بك السعادة، وتسافر عنك الأحزان، ويأتيك الخير من كل مكان.